أكملت طائرات الركاب الصينية الكبيرة سي 919 يوم الخميس أولى رحلاتها التجريبية في قاعدة يانغ ليانغ لاختبار بمقاطعة شانسي بعد إقلاعها من مطار بودونغ دولي في مدينة شانغهاي، وكانت حالة طيران جيدة. هذا يشير إلى بدء عمليتها التجريبية للحصول على شهادة صلاحية طيران بشكل رسمي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في الساعة 11 من يوم الخميس الماضي أقلعت طائرة الركاب الصينية الكبيرة سي 919 من قاعدة يان يان للاختبار بمقاطعة شنشي لإنجاز مهمة الطيران التجريبية في 10 نقاط على ارتفاعات ما بين 10,000 إلى 15,000 متر في الهواء. كما قامت الطائرة بالتحليق على علو منخفض للمرور من قاعدة الاختبار، وبعد 137 دقيقة من الرحلة هبطت طائرة الركاب سي 919 بسلام. وتعد هذه الرحلة التجريبية أولى رحلات طائرة الركاب سي 919 بعد انتقالها من مطار بودونا الدولي بشنغهاي إلى قاعدة يان يان للاختبار بمقاطعة شنشي، وهذا يشير إلى بدء انطلاق رحلاتها التجريبية للتطوير وللحصول على شهادة صلاحية الطيران بشكل رسمي. قامت الطائرة بأول رحلة لها في شنغهاي كتجربة مبدئية، أما رحلة اليوم فتتركز على أحاسيس الطيار في داخل الطائرة وتقييم قدرة الصلاحية على الطيران حتى إنشاء علاقات منسقة بين الطيار والطائرة. قمنا بالفحص إزاء قدرة العمليات والتحكم وقدرة الاستقرار خلال هذه الرحلة التجريبية. كانت طائرتنا تواجه رياحا عكسية شديدة عند الهبوط، وكان نور الشمس قويا تستحيل معه الرؤية حيث هبطت الطائرة في الرياح العكسية، مما يجعل الرحلة التجريبية أكثر صعوبة، لكن الطائرة قامت بعمل عظيم.